بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في مجموعتكم البي ام بي ستادي جروب. هدفنا في المجموعه دي ان كل الناس اللي هي يعني مهتمه بمجال اداره المشروعات ان احنا نوصلهم لانهم يكونوا بي ام بي سيرتيفايد، يكونوا معاهم الشهاده يجتازوا الامتحان. الجروب مش هدفها ان هي تكون عباره عن كورس، لا، الجروب هدفها ان هي تكون ستادي جروب، جروب للمذاكرة. بمعنى ان الكورس دايما بيبقى له طبيعة خاصة، بيبقى له سكادجول معين مضغوط ممكن شوية، بيبقى الناس مش مركزة بشكل كامل، بيبقى عبارة عن كورس. لكن هنا الفكرة كلها ان احنا عايزين نحط سكادجول لا هو مضغوط قوي ولا هو مريح بزيادة، لا يكون متوسط فعلا، بحيث ان احنا نبقى بناخد خطوات ثابتة كلنا قادرين فعلا ان احنا نتابع. كنا بدأنا في الجروب مع مجموعة قبليكو كانت في ديسمبر اللي فات، والحمد لله خلصوا السايكل بتاعت المذاكرة، وهم دلوقتي انتقلوا لجروب تاني خاص بالريفيو وشغالين في فترة المراجعة. هنبدأ ان شاء الله يوم 2 ابريل في بداية المذاكرة بتاعتنا، بس قبل ما نبدأ هننزل الفيديو ده باعتبار ان هو الناس تبقى فاميليار مع الموضوع، عارفين السيكونس، عارفين هنذاكر ازاي. بداية اعرفكم بنفسي، المهندس محمد السعداني، انا خريج جامعة اسكندرية 2002، سيرتيفايد بي ام بي من 2010، وخدت كام سيرتيفيكيشن بعدها في السي سي بي، الكوست، الار ام بي في الريسك، ومعتمد من الهيئه السعوديه بروفيشنال انجينير، وشغال حاليا سينيور بلاننج انجينير في شركه هيل انترناشونال. البدايه احنا عايزين نتكلم على الانتنشن او النيه، يعني نيتنا من احنا بندرس البي ام بي مش عشان ان الواحد يعني يبقى بيزيد في الراتب، او عشان الواحد مثلا يبقى معاه شهاده يعلقها على الحيطه ويقول انا يعني مختلف انا سيرتيفايد، لا، احنا بندرس فعلا عشان نتعلم، نتعلم ازاي نحاول نحل المشاكل اللي هتقابلنا بمنهجيه يعني قويه، منهجيه شارك في اعدادها ناس كتير اكسبرت او خبراء على مستوى العالم، وان احنا نبقى فهمنا المنهجية دي وبنتكلم كلنا بلغة واحدة، لغة ادارة مشروعات منظمة، وفي نفس الوقت نبقى بنحاول نطبق على قد ما نقدر ستيب باي ستيب الحاجات اللي احنا شايفينها ممكن مناسبة ان هي تتطبق في المشاريع بتاعتنا او في الشغل بتاعنا. النقطة التانية السكوب، احنا عايزين نعمل ايه، ايه هو النطاق بتاعنا. السكوب بتاعنا هو عبارة عن الكتاب البيم بوك، كتاب الجايد اللي منزله البي ام اي عشان نذاكر منه شهادة البي ام بي. طيب بالاضافة للكتاب ده اللي هو الستاندرد الرئيسي، في كتب تانية مساعدة، احنا بنعمل ريكومنديشن لكتاب اللي هو ريتا، مش دعاية بس عشان معظم الناس شافت ان هو من افضل الكتب، نعمل ريكومنديشن للكتاب ده ان احنا نذاكر منه مع البيم بوك. ميزة الكتاب ريتا ان هو عامل زي سلاح التلميذ كده، عامل بالظبط ان هو بيبسط الامور، بيحاول يشرح، مش بس بيحط الستاندرد، زي لما بنتكلم مثلا في مثلا الخرسانة ونقول الفرق ما بين الكود بتاع الخرسانة ومنهج او مجموعة محاضرات بتشرح ازاي ان انا اعمل ديزاين، فلا شك ان الكود بيبقى خلاص مفهوش بقى هزار، مفهوش مراح، هو عبارة عن معادلات ورا بعضها، لكن الكتاب المساعد ممكن يبقى فيه ايه، يدلك على التركات، يقولك الحاجات المفيدة وهكذا. فدي الاختلاف بتاع كتاب ريتا. يبقى قلنا المصدر الاول بيم بوك جايد، المصدر الثاني الكتاب ريتا، المصدر الثالث السلايدز اللي هتكون مصاحبة للفيديو. طيب هل انا محتاج اقرا كل الكلمات اللي موجوده جواها؟ لا، احنا هنبدا الاول بالفيديو والسلايدز، هنشوف الفيديو وهنفهم السلايدز وهنبقى طابعينها او معانا على الكمبيوتر مثلا قدامنا بحيث ان نذاكر منها، وبعد كده هندخل على كتاب ريتا نعدي على العناوين، لو في حاجه شايفينها ان هي مفهومه خلاص هنعديها، لو في حاجه لا واقفه معانا ما كانتش واضحه في السلايدز مش ما فهمناهاش بشكل كبير هندخل فيها ونحاول نتعمق فيها، ونتذكر ان احنا لازم يبقى لينا نوتس بتاعتنا. النوتس بتاعتنا سواء كانت في كتاب ريتا نفسه مثلا ان احنا هنعمل هايلايت او اندرلاين تحت كلام معين، او ان احنا مثلا هيبقى عندنا كراسه كده شكلها كويس وورق مقوى كده بحيث انها تعيش معانا فتره طويله ونبقى حابينها وفرحانين ان احنا بنذاكر بيها، نبقى بناخد فيها نوتس منظمه كده عشان بعد كده في فتره المراجعه ما راجعش بقى الكتاب كله من اوله لاخره تاني، لا اراجع النوتس بس اللي انا كنت واخدها سواء جوه الكتاب مثلا او في كراسه، لا شك الكراسه هتبقى افضل، بس كل واحد على حسب الوقت والساعه بالنسبه له. يبقى كده نراجع تاني النقطه دي، السكوب هي السلايدز والفيديو،
بعديهم هندخل على الليتا ونشوف ايه الحاجات المهمه، وبعد كده ممكن البين بوك بعض الناس هتستسيغ الطريقه بتاعته، وبعض الناس هتحس ان الموضوع معقد وهو عمال يدش كلام ورا بعضه. لو ما فهمناش من البين بوك خلاص الريتا كافي، اتس اوكي. لو عندنا وقت وحابين ان احنا نتعمق، في ناس بتبقى بتحب العلم بزياده شويه فبتحس ان الاسلوب ده هو الاسلوب الصح واسلوب ريتا غريب، على عكس مثلا 90% من الناس بتستسيغ اسلوب ريتا. فكل واحد على حسب اللي هيستسيغه يعني، لكن واحد منهم كافي سواء ريتا او البين بوك. طيب النقطه اللي بعد كده التايم سكيدجول. التايم سكيدجول اللي احنا حاطينه هيبدا يوم 2 ابريل زي ما شايفين بالفريم ورك، هيبقى عباره عن ان كل اسبوع بناخد فيه شابتر او نوليدج اريا من الشباتر اللي موجوده في الكتاب. زي ما شايفين عندنا فريم ورك، سكوب، تايم، كوست، كواليتي، هيومن ريسورس، ريسك، كوميونيكيشن، بروكيورمنت، ستيك هولدر، انتجريشن. ده كده بالنسبه للجدول بتاع المذاكره. هيبقى في جدول تاني بعديه للمراجعه، وجدول المراجعه هيبقى يعني ملخص بشكل اكتر. جدول المذاكره زي ما احنا شايفين هو عباره عن 12 اسبوع، هيبدا في 2 ابريل وهيخلص يعني يعتبر 24 يونيو، هيبقى في بدايه رمضان او بعديها بحاجه بسيطه. يعني لما هيجي رمضان طبعا هنتوقف بقى في الجزء بتاع المراجعه ده الاسبوعين التانيين من رمضان والعيد، وهنبدا بعد كده سايكل المراجعه سواء المراجعه الاولى او المراجعه النهائيه زي ما هيبان معانا بعد كده. طبعا طريقه المذاكره عباره عن زي ما قلنا فيديوهات وسلايدز، الفيديو بيشرح السلايدز اللي موجوده وبيشرح ان شاء الله بشكل كافي يعني للماده العلميه. بالنسبه للجزء بتاع الحضور او الكورس بالنسبه للناس اللي في الرياض فقط، اللي في الرياض هيكون ليهم امكانيه ان هم ممكن يجوا يحضروا، وهننزل على الجروب الكلام ده. كنا عاملين اتفاق مع جمعيه المهندسين المصريين بالمملكه العربيه السعوديه الموجوده في الرياض، هنعمل زي وركشوب، بس الوركشوب دي مش هتبقى للشرح، هتبقى للمراجعه. المراجعه بمعنى ان احنا هيبقى بعد ما بنخلص الاسبوع الاول اللي هو بيبدا في 2 ابريل ويخلص 8 ابريل، يوم 9 ابريل هيبقى مراجعه على الفريم ورك ده، هيبقى في الجمعيه في الرياض في حي المربع. ساعتها الناس هتيجي، وطبعا بعد التسجيل المسبق اللي هننزل اللينك بتاعه هييجوا، هتبقى عمليه مراجعه وحل اسئله على الشابتر نفسه، يعني بتبقى بعد المذاكره، بتبقى بعد الفيديوهات. والحضور في الجمعيه طبعا لا شك ان هو بيدي الشهاده اللي هي فيها ال 35 اورز المطلوبه للتسجيل. طيب الناس اللي مش موجوده في الرياض يقدر ان هو هيتابعنا من خلال الفيديوهات وهيتابعنا من خلال السلايدز. ويعني موضوع الشهاده عشان التقديم في اكتر من طريقه هنبقى نقول عليها بعد كده لموضوع الشهاده. طبعا احنا مش هندي شهاده لان ده على الفيديو اونلاين فمش هيبقى موجود فيه شهاده، لكن في طرق هندلكوا عليها تانية تقدروا تاخدوا بيها شهادات من مواقع معتمده او ان هي يعني مقبوله ان هو يتاخد منها شهادات، وهندلكوا على طريقة. او لو واحد كان واخد الكورس قبل كده بس مجرد ان هو عايز ان هو يذاكر يعني يسترجع المادة العلمية ويذاكر فعلا بسايكل مذاكرة منطقية وواقعية، ساعتها ده هيكون موجود معانا. النقطة اللي بعد كده convenient progress rate، احنا اخدنا في اعتبارنا في الجدول ان هو يكون معدل متوسط، لا هو متعجل قوي بحيث ان احنا نخلص مثلا في 3 شهور والحاجة اللي هي طحن قوي، وفي نفس الوقت مش اللي هو ياخد سنة، لا الموضوع كله هياخد حوالي 5 شهور، يعني الشهرين ونص بتوع المذاكرة والشهر ونص للمراجعة، باعتبار ان هو مثلا ايه مع البريك والكلام ده كله هيوصل لخمس شهور. فبالتالي هو يعتبر الجدول متوسط شوية. طيب بالنسبه للنقطه اللي بعد كده ريلايز بيفور ميمورايز، مهم جدا واحنا بنذاكر هنلاقي في حاجات محتاجه حفظ وحاجات محتاجه فهم. الامتحان يعتبر بشكل كبير على الفهم، نقط قليله قوي منه اللي على الحفظ. حتى اللي على الحفظ لو انا حافظ ومش فاهم هتلخبط، لكن لو انا فاهم وحفظت بعد الفهم هيثبت في دماغي موضوع الحفظ نفسه. فمهم جدا بالنسبه لنا ان احنا نفهم حتى الحاجات اللي هنقول انها تتحفظ نبقى فاهمينها الاول ويعني عارفين ان هي ماشيه ازاي. السيمبل بيفور ديفيكلت، احنا هنحاول ان احنا نشتغل كده بالفعل في السكيدجول بتاعنا، يعني من الشباتر اللي هي صعبه زي الانتجريشن مثلا، وان كان مش صعب ولا حاجه بس يعني بيخض الناس في الاول، فبنحاول ان احنا ناخد الحاجه السهله، فهنبدا بالسهل الاول وهنأجل الصعب لبعد كده.
الاوبجكتيف از ابلكيشن، لا شك ان احنا بنتعلم زي ما قلنا عشان نطبق. فكل واحد وهو بيتعلم يفضل انه يفكر كده في التول اللي اتعلمها في كل شابتر، مثلا مجموعه التولز والتكنيكس او الدوكيومنتس او الاوتبوت اللي خدها، يعني ازاي انها يعمل لها مثلا ابلكيشن على الشغل بتاعه، بحيث انها تثبت في دماغه. لا شك ان هو لو حاول يفكر انه يستخدمها ازاي هتثبت المعلومه في دماغه بشكل اكتر. التريننج كورس اتكلمنا عنه وقلنا ان احنا نحاول، يعني الناس اللي واخده كورس خلاص اتس اوكي، اللي معاه مثلا مجموعه كورسات في البروجكت مانجمنت ومجموعه الكورسات دي كساعات ان هو يعدي ال 35 ساعه، يعني على سبيل المثال كورس كان في الكواليتي وكورس ثاني كان في التايم، كورس كان في البريمافيرا، ومجموعه الثلاث كورسات دول يعدي ال 35 ساعه، فده كافي مش محتاج انه ياخد كورس ثاني. البي ام اي ما بيشترطش ان الشهاده تكون اسمها شهاده اداره المشروعات او كورس اداره المشروعات الخاص بالبي ام بي، لا هو بيقول عايز 35 ساعه تريننج في البروجكت مانجمنت. بروجكت مانجمنت فروعه كتير، من ضمنها تايم كوست كواليتي هيومن ريسورس بروكيورمنت وهكذا. فبالتالي لو واحد عنده شهادات مسبقه مفيش داعي ان هو ياخد كورس تاني. مش لازم الكورس، بكرر، مش لازم الكورس يكون اسمه دورة تدريبية في شهادة البي ام بي او ايا كان الاسم المشابه. يعني اي كورس موجود عندنا او سواء شهادة واحدة او اتنين او تلاتة مفيش مشكلة، مش لازم تكون شهادة واحدة، ممكن يكون شهادتين تلاتة اربعة على حسب المتوفر عندي بحيث ان انا احطهم. مفيش خالص، خلاص اتس اوكي، ممكن هندلكوا بعد كده على كورسات ممكن ان احنا ناخدها سواء اونلاين او غيره بحيث ان هي يعني ايه تكفي بالغرض. لو حد حابب ان هو ياخد كورس من الكورسات اللي موجودة على ارض الواقع بقى، الكورسات الواقعية، فيفضل ان هو ينتقي للترينر والتريننج كورس بشكل كويس، يعني يحاول ان هو ما ياخدش حاجة اللي هي 6 في 6، يعني اللي هي الحاجة اللي بتقلب قوي 6 ساعات في 6 ايام ورا بعض، دي بتبقى يعني الشخص ما بيركزش فيها. 6 ساعات في اليوم لا شك ان انت تحصيلك مش هيبقى اكتر من ساعتين ونص 3 ساعات بالكتير مع البريك والكلام ده كله. فيفضل ان هو يبقى بينتقي كورس هادي، محاضر سمعته كويسة، معروف ان هو بيفهم وهكذا. الفاليبل سامري اللي اتكلمنا عنه ان احنا يبقى عندنا كراسه كده شكلها كويس وقيمه وبنسطر فيها بشكل كويس وبنبيض الكلام بشكل جميل عشان تفتح نفسنا، عشان تبقى بتشجعنا ان احنا نذاكر فعلا، وفي وقت المراجعه نبقى بنعرف ان احنا ننتقي منها النوتس بشكل سريع ونراجع من خلالها. والكراسه هتفضل معانا على طول، يعني مش بس فتره المذاكره، لا في المراجعه هنقابل اسئله ما فهمناهاش، حطينا نوت الدرس اللي اتعلمناه مثلا من السؤال ده وهكذا. طبعا وسيله التواصل الرئيسيه بالنسبه لنا هتبقى الجروب بتاعت الفيسبوك اللي هي البي ام بي ستادي جروب، وده اللينك بتاعها facebook.com على جروبس على بي ام بي دوت اس جي. دي هي تعتبر وسيله التواصل الرئيسيه اللي هننزل عليها الفيديوهات كلها، هننزل عليها السلايدز، هننزل عليها الفولدر بتاع المواد العلميه اللي هو مجلد المواد العلميه، كل التعامل هيبقى فيها. التول الثانيه للكوميونيكيشن او الشانل الثانيه هي اليوتيوب شانل باسم محمد السعدني، هتلاقوها youtube.com على يوزر على ام سعدني تيوب، اللي هتلاقوا موجود فيها، وطبعا هننزل اللينك بتاعها على الجروب، هتلاقوا فيها الفيديوهات موجوده وهننزلها وهنعمل زي بلاي ليست خاصه بينا بالجروب ده. البلاي ليست دي هنبقى بنبنيها مع بعض كل فيديو جديد بننزله فيها، يعني ثلاث فيديوهات في الاسبوع زائد الفيديو بتاع الكويشن هنبقى بننزل باستمرار، فهنبقى بنبنيها مع بعض. ويفضل ان احنا اللينك بتاعها نبقى عاملينه يعني سيف في الفيفوريت بتاعتنا بحيث ان نوصل له بسهوله ونقدر نشوف مثلا ايه اللي نزل ايه اللي ما نزلش وهكذا. وفي النهايه يعني اسال الله لكم جميعا التوفيق، وان ربنا يرزقنا الاخلاص وينفعنا احنا واياكم بما علمنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.